دخل رجلا إلى أحد المطاعم وقال للنادل: أحضر لي لحم بقر مشويا قبل أن تقوم الحرب. فتعجب النادل فظن أن الرجل مجنون. ذهب النادل وأحضر صاحب المطعم، قال له: بماذا أخدمك؟ قال له الرجل: أحضر لي لحم بقر مشوي ودجاج وأرز مع الكباب وسلطة خضراء وسلطة الزيتون وورق عنب طبقين في كل طبق قبل أن تقوم الحرب. فتعجب صاحب المطعم ولبى طلب الرجل. وبعد أن انتهى الرجل من الأكل، سأله صاحب المطعم: عن أي حرب تتكلم؟ قال الرجل: عن الحرب التي ستقوم بيني وبينك، لأني لا أملك ثمن ما أكلت.